ليها وتتواصلوا مع بعض كجمعيات إغاثية؟ يعني مثلا افترضنا أنه جالك حد مثلا بولندي كان موجود في أوكرانيا، فأنت تتعامل على طول وتتواصل مع الصليب الأحمر البولندي أن إحنا جالنا مواطن بولندي كذا كذا، أو العكس بقى في هذه الحال راح لهم حد مصري فهم يتواصلوا معاك وهكذا. بالضبط كده. هي دي كانت عملية التنسيق اللي إحنا ابتديناها من أول ما قالت، من أول ما ابتدت الأزمة. احنا كده في عندنا تنسيقات حصلت على مستوى الصلبان في المنطقه بسرعه جدا، عرفنا نقاط الاتصال، كتبنا طلباتنا بشكل رسمي وواضح وصريح احنا محتاجين ايه. يبقى بقى نزول الفريق على الارض، ودي تعتبر مهمه تاريخيه في جمعيه الهلال الاحمر المصري، ان يقدر الفريق الاغاثه اللي تم تدريبه على مدار 3 سنين وهو يقدر ينزل في ظروف صعبه في بلد غريبه، درجه حراره تحت الصفر، ان هو يتفاعل بسرعه ويقدر يجذب متطوعين ويمرنهم ويقدر ان هو يشغل المركز. المركز اشتغل نقدر نقول امبارح بالليل على مدار 24 ساعه، مركز يتجهز بالادويه والمستهلكات والمستلزمات الطبيه واعاده الروابط الاسريه وفي التليفونات، كل ده بقى جاهز. يقدر بقى ان هو يستقبل المصريين. احنا متوقعين طبعا، احنا كده موجودين على الحدود الرومانيه، مش الحدود الرومانيه الاوكرانيه. طبعا تمام. المركز الثاني ان شاء الله هيتم تفعيله قريب في الحدود البولنديه الاوكرانيه، بس احنا بنوبريت من وارسو، يعني في متطوع وفي مدير العمليات موجود في وارسو دلوقتي بيوبريت، لان المصريين بيوصلوا لحد وارسو وبعد كده يبداوا بقى يتحركوا يرجعوا الى مصر، او على حسب بقى في مواطنين اصلا معاهم شنغن فبيقدر ان هو يكمل في اوروبا. اهم حاجه ان احنا لازم نستقبلهم ونقوم على تذليل الصعوبات ليهم، بالاضافه بقى لعمليات الدعم النفسي الاولي. خلي بالك برضو الناس تعرضت لخوف رهيب داخل اوكرانيا، منطقه حرب طبعا، دوائر انفجارات طول الوقت، الوضع طبعا صعب. فطبعا كون ان هو يقابل الفريق المصري اللي بيقدر ان هو يعالجه بالشكل السليم، هو هنا بيتدخل بقى عمليات الدعم النفسي الاولي ويقدر ان هو يلبي له جزء او نقول كتير من طلباته، دي في حد ذاتها طبعا جزء من توجه القاده هنا ناحيه مسانده المصريين. ده بالنسبه لي على راي الجماعه الاجانب لك ميوزك تو ماي ايرز. احنا عندنا فريق قعد يتدرب 3 سنين تحسبا واحتياطا الى انه قد يرسل في مهمه شديده الخطوره زي دي، ده شيء رائع. السؤال بقى ايه نوعيه التدريب؟ يعني بتدربوا الفريق على الايه؟ على انه مثلا يذهب في مهمات اغاثيه في مناطق حروب ولا في مناطق كوارث طبيعيه؟ يعني اشرح لي معلش. بص يا فندم انا مبسوط اصلي بصراحه. الفريق ده حضرتك شفت جزء منه لما كنت في اسوان ولقيت الناس داخله بعربيات الدفع الرباعي. أيوه. في منطقه صعبه في استجابه سريعه، ده حضرتك شفته الصبح، انما كان بالليل كان في فريق على الارض بيقدم عمليات الاغاثه الانسانيه. طيب الفريق ده بيتم تدريبه على مجموعه وعلى مراحل داخل مصر وخارج مصر بالاتفاق وطبعا وبالتعامل مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب. بيتمرن على الاسعافات الاوليه، الخروج الامن، ازاي يقدر يحمي نفسه، ازاي يقدر يجهز المهمات بتاعته بسرعه. كل فريق طالع بشنطه اغاثيه يقدر ان هو يعيش في وقت صعب، توقيت صعب، حتى الميه لو حتى في مشكله في الميه ازاي يقدر يفلتر الميه ويشربها بالشكل السليم، ازاي يقدر يتعامل في مجتمع صعب، او مش هنقول مجتمع صعب، مجتمع غريب، كلتشر مختلفه مش الكلتشر بتاعتنا، خصوصا ان انت مش في العاصمه، ده انت على الحدود، يعني برضو الحدود بيبقى الكلتشر مختلف زي عندنا في مصر. ويقدر ان هو يجذب فرق من المتطوعين ويشغلهم ويعلمهم بسرعه في خلال 48 ساعه. عندنا 5 متطوعين، 3 مصريين واثنين بولنديين، واثنين قصدي اسف رومانيين، قدر ان هو بسرعه يجتذبهم ويعلمهم، يعلمهم بقى المبادئ الاساسيه الخاصه بالهلال الاحمر او بالصليب على حسب الدوله اللي موجود فيها. بيتمرنوا على الدخول الامن، بيتمرن ازاي يقدر يجتذب متطوعين، الاسعافات الاوليه، ازاي يقدر يعمل في منطقه حرب او منطقه صعبه، ازاي يقدر برضه ان هو يتعامل مع مختلف الجنسيات، كل ده بيقعد يتمرن عليها. اقامه بقى المخيمات والاختيار الامثل للمكان مدة المناسب. مده التدريب دي بتبقى مدتها قد ايه؟ بص يا فندم دي بتبقى مده متقطعه، بتبقى دورات تدريبيه، يعني ازاي بيقدر يتمرن على الدعم النفسي الاولي، دي بتبقى دوره صغيره، بعدين الدوره الادفانسد الاسعافات الاوليه، في اسعافات اوليه بيزك وفي ادفانسد، الخروج الامن، السيفتي والسكيورتي، كل دوت مجموعه من التدريبات، قراءة الخرائط بشكل سليم، ازاي يقدر يحدد المناطق اللي هو يقدر يقعد فيها او ينصب فيها المخيم. دي بتبقى تدريبات بقى مثلا في معسكرات مغلقة ولا بتبقى ايه؟ بص يا فندم دي تدريبات عالمية بتتبع نقدر نقول برنامج تدريبي تابع لحاجة اسمها سنداي فريمورك،
التدريبات دي بتتم، في تدريبات بتتعمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تدريبات بتتعمل في أوروبا، تدريبات كتيرة مختلفة.